السيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد. نقل مستشار جلالة الملك للشؤون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن محمد الزبن تحيات وتقدير جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني لمرتبات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية واعتزازه بهم وبجهودهم المخلصة والمميزة لحماية حدود الوطن. وأطلع الفريق أول الركن الزبن خلال جولة تفقدية له اليوم الاثنين في معبر حدود جابر على واجهة الحدود الأردنية الشمالية مع سوريا الذي تم إغلاقه منذ عدة أيام على الجاهزية القتالية لنشام القوات المسلحة والإجراءات المتخذة لحماية الأمن ضمن المنطقة ومنع أي محاولات للتسلل والتهريب أو أي محاولات من شأنها المساس بأمن المملكة ومواطنيها وحرمة أراضيها، كما اطمأن على سلامة الإجراءات المتخذة من قبل كافة الأجهزة في معبر حدود جابر الأردني. وأبدى الزبن توجيهاته بالتعامل بكل شدة وحزم مع كل ما من شأنه تعكير صفو وأمن المواطنين الأردنيين وعدم السماح لأي كان من الاقتراب أو اختراق أي شبر من حدود المملكة بصورة غير شرعية وباستخدام أقصى درجات القوة ومختلف أنواع الأسلحة. من جهته قال وزير الداخلية حسين المجالي بأنه يجب التفريق بين حدود جابر والمنطقة الحدودية المستثمرة وهي ليست من ضمن المنطقة الحدودية وليست معمرا من سوريا للأردن ولا بالعكس، كما أوضح أنهما منطقتان منفصلتان الحدود الأردنية تم إغلاقها حفاظا على أمن الخارجين من وإلى المملكة، وسيطرت قوات المعارضة السورية على الحدود الأردنية بمنطقة نصيب، أما المنطقة الحرة فتمت السيطرة على أبوابها من مجموعات من جبهة النصرة والحدود آمنة ولا يوجد أي خرق للحدود ويوجد أمن ومخابرات عامة، والمسؤولية الآن أعطيت للقوات المسلحة للدفاع عنها وحمايتها. وأوضح المجالي في مداخلة خلال جلسة مجلس النواب أمس بخصوص المنطقة الحرة بأن الاتفاقية الأردنية السورية تمنع أي وجود عسكري في المنطقة الحرة ويوجد مفرزة شرطة قوامها 10 أشخاص أردنيين وأخرى سورية مماثلة وواجبها شرطي فقط، وينتهي عمل القوات المسلحة عند بوابة المنطقة الحرة وهو مسيطر عليها كليا، وبخصوص الموظفين فهم سوريون وليسوا أردنيين وهناك استثمارات أردنية كبيرة فيها والمنشأة مساحتها 6500 دنم وقيمتها من مصانع وهناجر 1.2 مليار دولار والبضائع فيها 500 مليون دولار، وحدث بالمنطقة سلب ونهب لمدة 16 ساعة وبعدها تمت السيطرة عليها. نستمع سوية إلى جزء من حديث المجالي أمام مجلس النواب. سيطرت قوات المعارضة السورية في تحالف اسمه تحالف صقور الجنوب من عدة أدوية من المعارضة السورية على الحدود الأردنية في منطقة نصيب، أما المنطقة الحرة فتم السيطرة على أبوابها من قبل مجموعات من جبهة النصرة. الحدود الأردنية نعم صحيح آمنة سيدي، لا يوجد أي خرق إلى الحدود، يوجد هناك الجهات المسؤولة عن المعابر الدولية من أمن عام مخابرات عامة، وأيضا الآن المسؤولية هي أعطيت إلى القوات المسلحة الأردنية للدفاع لا قدر الله في حال وجود أي خطر. وكان الأردن قد أغلق قبل 4 أيام مركز حدود جابر الواصل بمعبر نصيب، وذلك بعدما أعلنت جبهة النصرة سيطرتها التامة ومعها عدد من الفصائل الأخرى على معبر نصيب الرابط بين الحدود السورية والأردنية بعد طرد قوات النظام السوري المدعومة من الميليشيات الإيرانية من المنطقة. اليوم نناقش الوضع الحدودي الأردني السوري عسكريا اقتصاديا وسياسيا مع ضيوفنا مأمون أبو نوار الخبير العسكري والدكتور خالد الشجران مدير مركز دراسات الرأي، وعبر الهاتف رئيس غرفة تجارة الرمثة عبد السلام ديابات. حوارنا يبدأ بعد فاصل قصير. اهلا بكم، نبدا حوارنا الليله وارحب بضيوفي الكرام الخبير العسكري مأمون ابو نوار، اهلا بك شرفنا بحضورك، ودكتور خالد الشجران مدير مركز دراسات الراي، اهلا بك شرفنا بحضورك. واذكر قبل ان نبدا الحوار الليله بسؤال شارك عبر تطبيق رؤيه لهذا
المساء، والسؤال يقول: هل تعتقد أن الخطر الأشد على الحدود هو خطر اقتصادي، سياسي أم عسكري؟ سنستعرض الإجابات تباعا أثناء هذه الحلقة. دكتور خالد، أبدأ منك. حقيقة، ما الذي يحدث اليوم على حدودنا الشمالية؟ من يسيطر في الجانب السوري على الحدود، على معبر نصيب، وماذا يعني ذلك سياسيا؟ يعني في الواقع، بداية مساء الخير لحضرتك وللساعة الباشا. يعني في الواقع هو امتداد لما يحدث في سوريا خلال 4 سنوات الماضية. في الواقع هذا هو الصراع العسكري اللي موجود على حدودنا، بكل تأكيد يشكل خطر بشكل أو بآخر، سواء كان سياسي أو عسكري، وهذا بيستدعي منا أن احنا نكون متنبهين. طبعا الأطراف متعددة، ثمت قوات النظام السوري، ثمت قوات للجيش الحر، ثمت فصائل إسلامية، فصائل عديدة تتنازع على هذه المنطقة وعلى ومنها جبهة النصرة. بالتأكيد بالتأكيد جبهة النصرة. في الواقع طبعا محافظة درعا والجنوب السوري خطير بالنسبة لي، منطقة خطيرة بالنسبة للنظام السوري، لأنها هي الأقرب لتهديد دمشق. وبالتالي يعني يمكن لهذا السبب شهدنا في الفترة الأخيرة تركيز من النظام السوري على هذه المنطقة لمقاومة أو لتوقيف أي امتداد للمعارضة السورية أو للفصائل المختلفة اللي بتحاول تتقدم أو تشق طريقها باتجاه دمشق. وأعتقد أنه الآن بدنا نتحدث عن كثير من المناطق داخل محافظة درعا، هي باتت مناطق محررة تحت سيطرة فصائل المعارضة وتحت سيطرة جبهة النصرة أو غيرها من الفصائل، ومنها معبر نصيب الحدودي، آخر معبر كان بيننا وبين سوريا. نعم، تحت حكم النظام. طبعا هو الآن بالتأكيد معبر نصيب، بالإضافة للمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، الآن هي تحت يدي المعارضة السورية. طيب باشا، اسمح لي السؤال. نعم. اليوم أنه عسكريا ماذا يعني سقوط معبر نصيب بيد المعارضة السورية وفقدان نظام السيطرة عليه؟ مهم جدا استراتيجيا الحقيقة. أنا بدي أربطه في المنطقة العازلة اللي هي بتبلش من لبنان، شبعة، قنيطرة، الحدود السورية الأردنية الإسرائيلية، ومنيجي على الحدود الأردنية نصيب ودرعة. فهذا البفر زون إذا كمل كمنطقة عازلة حوصر النظام. النظام الآن أنا اسمح لي باشا بس نستعرض سوية الخارطة وكيف يمكن توصيف المكان. احنا اذا خليني اشرح بعد اذنك باشا، احنا راح ننتقل الان فقط الى شمال المملكة، تحديدا الى محافظة إربد. المحافظة الشمالية تأثرت بكم اللجوء السوري الضخم على هذه المحافظة. اذا انتقلنا ايضا شمالا باتجاه الرمثة، والرمثة ايضا من المناطق التي تأثرت اقتصاديا طبعاً واجتماعيا طبعاً بما يحدث في سوريا، كان معبر هذا. نعم. نعم، ننتقل الان مباشرة الى المنطقة الحدودية، تحديدا جابر نصيب. وإذا بنتابع باشا، هذه هي المنطقة الحدودية. نعم. تحديدا هي المنطقة شوي مظلمة، تكون مش نعم. مش واضحة كونها منطقة حدودية وعسكرية، يعني تؤدي الغرض هي. نعم. نعم. وإذا إذا إذا اقتربنا أكثر في الصورة باشا، راح نتابع ونلمس وجود عدد من الشاحنات. نعم. على طرف الحدود السوري. نعم. وراح تكون أوضح الصورة بكم الشاحنات العالقة على الطرف السوري. نعم. وهي الصورة أوضح، واحنا هون ناخذ جانبي الحدود، الجانب اللي على يسار الشاشه هو الجانب الاردني. صحيح. وعلى يمين الشاشه هو الجانب السوري، وبنلاحظ كم الحافلات اللي بتظهر، هاي الصغيره عدد كبير الحقيقه. نعم. باشا تشرح لنا الان هذا يعني. نعم. يعني المعبر لذلك هو له اهميه كبيره، يعني ايضا هو بيغذي المناطق العسكريه يعني للقوات السوريه والمربع الأمني تبعها، خاصة في دمشق أيضا يعني بصل. فقطعه يعني قطع هسه الطرق هاي، يعني النظام شبه محاصر. على فكرة جبهة النصرة وداعش يسيطروا على نصف الجغرافيا السورية، إذا بدك تأخذها يعني إذا بتطلع على الخارطة مزبوطة. نعم. ولذلك استكمال، خليني أدخل في المنطقة العازلة اللي تبلش من هون، لا قلت لا شبع لبنان، مرورا بقرى الدروز وإلى آخره، وقطعوا طريق دمشق بيروت، وقطعوا طريق دار السلام اللي هي بتربط قنيطرة دمشق. إذا النظام أصبح محاصر، عنده فقط الجبال لبنان كمعابر والساحل. هذا أثر عليه استراتيجيا. الآخر شهرين أو 3 أشهر خسر كتير الحقيقة،
إدلب خسرها، الشمال خسر، مع أنه السليماني والموضة اللي كانت يعني اللي كانت تثار أنه هذا المنقذ الأعظم. أيضا هجوم الجنوب فشل كامل، استوعبوه ولم يكن له أي صدمة سيكولوجية الحقيقة أو نفسية على الثوار، وفي تقدم نحوه. إن الآن النظام يعني في وضع غير يعني خطر، أنا أقول لكن تحدثت لأنه ممكن أن يقود هذا إلى معركة دمشق. طيب أنا أسمح لي هون أتطرق لكلمة ذكرتها وهي المنطقة العازلة. المنطقة العازلة لها شروط دولية وتحتاج إلى الكثير من العمل، فكيف سيمهد ما حدث وجود منطقة عازلة اليوم على المنطقة الحدودية الأردنية؟ هذا استكمال للمنطقة العازلة، السيطرة على نصيب مهم جدا للثوار، لأنه هذا اكتمل عنده المنطقة العازلة، وهذه المنطقة يعني ممكن تكون مراكز انطلاق تدعم الثورة. كل هذه الأمور يعني اللوجستية تؤثر كثير على وضع الثورة في سوريا. طيب اسمح لي أيضا وبعد إذنك دكتور، أيضا ذكرت عبارة مهمة وهي معركة دمشق. يعني إذا الوضع إذا الوضع ظل كما هو عليه الآن عسكريا النظام بدأ يخسر، وكان أكبر اختبار له في إدلب بخمسة أيام، واللي الإشي المؤشر اللي كويس اللي طلع منها، مش أقول كويس يعني أنا رجل حيادي في تحليلي، إنه بين ضعف القدرة القتالية للجيش السوري بهذاك الوقت، لأنه الحزب الله والحرس الثوري الإيراني كانوا في معسكر المصطومة، ما كانوا بنفس إدلب، فبين هشاشة يعني النظام وقدرته القتالية في إدلب واللي سيطروا عليها بخمسة أيام. الآن يعني ماذا بعد إدلب بده يصير؟ هل يذهبوا لي يعني عملية حلب يفك عن نبل والزهراء، المناطق هاي فوعة كفرية، هاي مناطق مهمة شيعية، أو الذهاب إلى الساحل أو إلى حماة؟ يعني عندهم خيارات كبيرة. الجبهة الجنوبية يعني في تقدم كبير، بأنه زي ما قلنا استوعبوا الهجمة الحرس الثوري والنظام، ففي تقدم في الجبهات بالنسبة للثوار. هل تصل إلى يعني قلب موازين القوة؟ لا أعتقد بدها وقت شوية. الخطر هون يمكن أعتقد إيران سوف تتدخل سريعا مع حزب الله الآن لإنقاذ الموقف، لأنه الوضع غير مريح بالنسبة للنظام السوري وإحاطته بالثوار. الحقيقة هو لا يشعر بالراحة. طيب النظام لا يشعر بالراحة، النظام خسر كثيرا من المعارك الحاسمة ومن المناطق المهمة كأدلب، كمناطق المناطق الجنوبية، والثوار أو التنظيمات المسلحة استطاعت استيعاب صدمة الهجوم عليها أخيرا. طيب اسمح لي دكتور، راح أرجع لك تفسيرا سياسيا كل هذا ماذا يعني على النظام في سوريا وعلينا في الأردن تحديدا، لكن قبل ذلك معنا عبر الهاتف رئيس غرفة تجارة الرمثال السيد عبد السلام ديابات. مساء الخير أستاذ عبد السلام. كنا نتمنى وجودك معنا لكن نقدر ظرفك. أنا بظروف صعبة، لكن أنت ومحطتك أنا كثير بتشرف أني أكون أشكرك مع ضيوفك المحترمين. الله أشكرك أخ عبد السلام. أستاذ عبد السلام أنا اسمح لي بالسؤال الآن، اولا اخر تطورات في المنطقه الحره السوريه الاردنيه لديك؟ يعني لا اخفيك، المنطقه الحره المشتركه هي صارت موضوع الشارع الاردني الرمتاوي. نعم صدقا انه انا حكيت قبل يومين عبر قناتك المحترمه بانه يعني المتضرر هو التاجر والمستثمر الاردني، وكانت الحلول موجوده لو طلبت مننا، وكان في معنى الوقت الكافي بأنه تطلع هاي البضائع من المنطقة المشتركة، وبالتالي هي بضائع لأردنيين أبناء أردنيين. نعم. لكن للأسف تأخر الوقت وحصل ما حصل، لن نتطرق لهذا الموضوع أكثر من اللازم. طلعت بعض البضائع بعد يوم ويومين، بعض منها، إلا أنه فيما بعد منعت. نعم. فبالتالي كانت الأولى أنها هاي المنطقة المشتركة تفرغ من كافة البضائع، لأنه بضائع مش مصدرة من الأردن للخارج، تبعنا ما نخاف عليها، هي بضاعة مستوردة جاية للأردن. طيب اسمح لي أستاذ عبد السلام، أنا بدي أسألك عن الأثر الاقتصادي، وإحنا حقيقة النشاط الاستثماري في المنطقة الحرة السورية، وعندنا عام 2014 الحركة التجارية والشاحنات الناقلة من وإلى، وهي كلها راح نستعرضها أثناء الحلقة أو سنستعرضها الآن حقيقة، هذه كلها كيف تأثرت اليوم وكيف تأثرت الفترة الأخيرة أرجوك؟ احنا مقولة سيدنا نحترمها، احنا رافعين رأسنا بداية، ولو كنا بهذه الأيام 2014 و13 و12
وبدينا بال 2015 بأيام عصيبة جدا، لكن نعم. كما قال سيدنا نقتبس منها، احنا بنرفع راسنا مهما كانت ظروفنا، لكن كظروف اقتصادية الرمتة ترسي حالها لجلالة الملك وللحكومة الأردنية وللحكومة اللي زارت الرمتة قبل أسبوع، بس أقل من أسبوع شايف، وللأسف أعلنت عنها يعني منطقة منكوبة منذ عام 2012، إلا أنها بعد مرور 3 سنوات عادت وإجت على الرمتة بزيارة تنشوف شو ناقص البلدية وشو ناقص الصحة. يا أخوان الرمتة تمتلك الأردن العبر المعابر الحدودية، أنا ما بحكي لك عن الرمتة لأن الرمتة بتربطها معبرها مع سوريا، الرمتة تمتلك ميناء العقبة، الرمتة تمتلك ميناء العمري مع السعودية، الرمتة تمتلك ميناء الكرامة مع طريبير العراقي، الرمتة عندها قطاعات هي القطاعات المملوكة بالكامل بالأردن لأردني لأهل الرمتة 75%، وهي يا أخي محمد قطاع النقل 75% من موجوداته بالأردن هو بالرمتة. طيب اسمح لي أنا بس أستعرض أنا وياك بعد إذنك أستاذ عبد السلام النشاط الاستثماري في المنطقة الحرة السورية الأردنية، والحقيقة لمسنا ملاحظة أنه عام 2012 كانت حجم التجارة وبنحكي بالألف طن من بضائع داخلة وخارجة كانت تقريبا 2798، في عام 2013 نزلت ل 1712، في عام 2014 ارتفعت ل 3066، مش هيك؟ مظبوط. الآن بناء على الوضع القائم حاليا ماذا نتوقع أن تكون في عام 2015؟ زيرو صفر صفر أكيد طبعا، يعني الظروف هاي اللي أنت بتشوفها، يعني أي مستثمر أستقع بده يسمع، إحنا كانت عندنا أغلقت في عام 2013 حدود الرمتة درعة، نعم، وظلت نصيب وجابر، نعم، بربطنا مع الإخوان السوريين حدين، حد الرمتة درعة وحد نصيب جابر، نعم، 2013 أغلقت الرمتة درعة، نعم، وبال 2015 هي أغلقت نصيب مع جابر. جميل. وبالتالي نعم. عادوها علينا انه كمان اغلقت الحرة المشتركة، يعني مصائب، يعني مصائب عم بتجر مصائب اخ محمد، وهذا تأثيرها على الاردن بشكل عام وعلى الرمتة بشكل خاص، اصبحت الرمتة منطقة منكوبة فعلا. انا بحكي لك عن واقع عن قطاعات بالرمتة تعيش ابناء الرمتة عليها، وهي 3 قطاعات. اليوم قديش الاثر الاقتصادي على الرمتة تحديدا يا استاذ عبد السلام؟ انا اذا بحكي لك ترى يعني صدقا بكون خجول اني احكي من الارقام. لا الرمتة الارقام ضرورية. انا سيدنا زارنا بال 2012، نعم، فاول كلمه امام سيدنا بلواء الرمتة زرت حكيتها، قلت له يا مولاي انه اهل الرمتة بخير، طالما تغرك البسام بطل علينا، لكن احكي بكل صراحه وبكل شفافيه الرمتة اليوم مش بخير، الرمتة ترسي حالها الاقتصادي لسيد البلاد والحلول غير موجودة، وعدم الاكتراث من الدولة بالحلول انها غير موجودة، يعني لما قبل يومين اقترحت على اقتراح بانه هاي البضائع لو كانت طلعت خرجت بمرافقة امنية على ساحات حريصة امينة لخلصت واتمنت العملية وما عندنا مشكلة فيها، هيها خزنت وتحت اوامر غيرنا، وبالتالي الله اعلم هل هي تعود ام لا تعود. وانا حكيت لك رقم مع انه ضيوفك كانوا ايش يقول لك 1.2 مليار وايش يقول لك 200، لكن انا قلت لك 500 مليون. طيب لانه انا يوم الجمعه بعد انا برضو استاذ السلام المنطقه الحره المشتركه. طيب. وشوف تشوفيها وتقدر لي من 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 اصحاب المستودعات شوفيها. طيب استاذ عبد السلام انا برضو بدي اسمع منك رقم تقديريا قديش تاثرت الرمثة الان اقتصاديا خلال الأزمة الماضية، وقديش بتقدروا تأثرها اقتصاديا بإغلاق المعبر اليوم؟ بكل صراحة من لما تأثرت الرمتة، من لما بدأت الثورة السورية الرمتة شايف تأثرت 75% 60%، شايف بوجود النصيب والمنطقة المشتركة اليوم متأثر الرمتة 95%، يعني انت ما بتحكي عن اقتصاد محمد بيك عضوك سيدي انت وضيوفك الكرام، الرمتة 3 قطاعات مع احترامي للقطاع الرابع وهو الوظيفي، الرمتة فيها قطاع الخدمات اللوجستي، قطاع التخليص وقطاع النقل، لو اجيت على اي مركز حدودي بالاردن بتلاقي شركات التخليص تملكها ابناء الرمتة،
لو اجيت على قطاع النقل يملكه الاكثر ابناء الرمسة. نعم. خدمات لوجستية تملكها ابناء الرمسة. انت بتعرف انه في مستودعات داخل المنطقة الحرة المشتركة كلفت $500,000 للمستودع. انا عندي صور لو افرجيك اياها، يا ريت كنت بقدر ان اليوم كنت حاب اشاركك، ظروفي ما سامحت اني مع الاخوان اكون ضيف معاهم عندك. شايف انا معاي صور يعني اشي لا يطاق، يوم دخول اي المسمى راحهم جبهة النصرة، مين هم اللي دخلوا، التخريب اللي صار اشي لا يطاق صدقا. يعني سعد السلام، انا بدي ارجوك الصور اللي متوفره لديك انك ترسلها لفريق الاعداد، وفريق الاعداد عندك رقم تليفونهم وفريق الاعداد سيتكفل. اكيد حنسق معك وراح ابعثلكم اياها ارجوك. وبالتالي هي هاي ممتلكات دوله اردنيه. يعني لما انا رصاصه جمركيه ذكيه، رصاصه جمركيه، انت شو لك عندها رصاصه جمركيه؟ بتعرف ما بدريش عاد انت جزء هاي فنيات اخ محمد ما تعرفهاش. لكن هي رصاصة جمركية بتكلف شرم، بس خطورتها بالأردن بالمراكز الحدودية كبيرة كثير. طيب سعد عبد السلام، أنا يعني مرة أخرى أتأمل منك أن ترسل لفريق إعداد نبض البلد هذه الصور، وسنتكفل بنشرها والتعامل معها. وبدي أشكرك كل الشكر لسعد عبد السلام ذيابات رئيس غرفة تجارة الرمسة، كنت معنا عبر الهاتف، ونتقبل عذرك بعدم الحضور، ونتشرف فيك لاحقا إن شاء الله في استوديو نبض البلد. دكتور خالد، يعني كثير اللي سمعته، ممكن أنت ابن الرمثة أيضا. نعم. وبتعرف مدى تأثر الرمثة اقتصاديا اجتماعيا بما يحدث في سوريا اليوم، وأود مسبقا أسمع منك رأيك عسكريا بما حدث بانعكاسه سياسيا، السيطرة على الحدود، وجود منطقة عازلة، معركة دمشق القادمة. نعم، يعني في الجانب السياسي، في الشق السياسي بكل تأكيد النظام أصبح معاصر في سوريا حسب المعطيات اللي موجودة الآن على الأرض الواقع. طبعا كما تفضل ضيفك الكريم بأنه في الأسابيع القليلة الماضية كان في تحشيد كبير بأنه الدعم الإيراني والدعم دعم حزب الله قادم، وبالتالي ستشهد المعركة اختلاف جذري في الجنوب السوري. لكن أظن أنه قوات الجيش الحر أو الفصائل الموجودة استوعبت هذا الهجوم، وبالتالي قللت إلى حد كبير من تأثيره. على العكس، اليوم في حديث عن فتح جبهة جديدة من قبل فصائل الجيش الحر في ذات المنطقة. نتحدث عن بصرة الشام سقطت الآن في يد القوات المعارضة السورية. نتحدث عن واحد من المعابر الرئيسية اللي كانت يعني واحد من الشرايين الرئيسية لتغذية النظام، حتى فيما يتعلق بالصادرات، فيما يتعلق بالواردات اللي هو معبر نصيب. فبالتالي أظني أنه عسكريا بات محاصر، سياسيا اصلا رغم كل الظروف والمتغيرات الموجوده في المنطقه ما بعتقد انه النظام السياسي في سوريا مرتاح. لذلك تجد بانه بات بدنا نسمع اتهامات سواء كان ضد الاردن او ضد غيرها من دول المنطقه بين الحين والاخر، وهذا بيعطينا مؤشر انه ثمه خوف من الفشل والوصول الى النهايه او الوصول الى معركه دمشق. يعني ربما نتوقع يكون قريبا اذا لم يحدث ثمه. هل ترى من ردود فعل اليوم للنظام في سوريا ما يحدث، خصوصا وأن معبر نصيب مهم جدا للنظام؟ نعم. وسقطت، وهذا آخر معبر. نعم. متوفر للنظام اليوم كخط إمداد على الأقل تقدير، والحركة كانت مستمرة على هذا المعبر. نعم. اليوم توقف بالكامل، انقطع من الناحية الجنوبية بالمطلق. نعم. النظام معزول جنوبا بالتأكيد. وهو معزول شمالا سابقا بالتأكيد. فلم يبقى له إلا الساحل بالتأكيد. هل ستكون هناك ردات فعل وهناك قلق من أن يقصف النظام السوري المناطق الجنوبية تحديدا؟ وهذا كان قلق بعض المستثمرين أيضا. شوف، النظام استنفذ كل ردات الفعل أظني في الجنوب السوري اللي ممكن يسويها. أكثر شيء ممكن يعمله النظام حسب المعطيات على والمعلومات اللي عم نطلع عليها بشكل يومي هو القصف الجوي. طبعا القصف الجوي لا يمكن ومستحيل أنه يغير أشياء حقيقية على الأرض، ربما يحدث بعض التأثيرات هنا وهناك، لكن لا يمكن أن يقلب المعركة على الأرض. هذا بعيدنا للحديث في البحث بشكل أكبر، ما الذي يحدث في الجنوب السوري؟ هل ثم توجه دولي لدعم منطقة عازلة في الجنوب السوري كما يمكن أيضا أن تكون في الشمال السوري؟ هذا اللي ممكن أيضا نشوفه في الشهور ربما القليلة. اسمح لي، أنا كونك ذكرت المنطقة العازلة، الجانب الاقتصادي، اسمح لي سيدي قبل أن أتحدث عن الجانب الاقتصادي ورح نيجي عليه تفصيلا، لكن في الجانب السياسي إنشاء منطقة عازلة هو أمر سيعني الأردن جملة وتفصيلا. معلش خليني أوضح هون أنه قد يكون شكل المنطقة العازلة في جنوب سوريا يختلف عن المنطقة العازلة التي كانت في العراق.
صحيح يحتاج إلى قرار دولي، صحيح يحتاج إلى دعم دولي، لكن يحتاج إلى قوة دولية. بس نعم. أظني إنه الدعم الدولي بهذا الاتجاه إذا كان ثمت يعني قرار في إنه يكون منطقة عازلة، بأن تكون المنطقة العازلة محمية من أبنائها. إحنا في الأسابيع القليلة القادمة سمعنا حديث عن تدريب قوات معارضة سورية سواء في تركيا أو الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق أخرى من المنطقة، وهذا يعني ربما أن يتم تسليح الجيش السوري الحر أو الفصائل الموثوق فيها بحيث أنه تتصدى لأي هجوم جوي سوري على هذه المناطق. وبالتالي قد هنا من الممكن أنه الحديث عن منطقة عازلة تنفذ بأيدي أبناء الشعب السوري وليس بقوات خارجية. هذا هو الفرق فيما يتعلق بالمنطقة العازلة اليوم اللي ممكن أنها تحدث في سوريا عن المنطقة العازلة اللي كانت في العراق. فإحنا الآن في عندنا صعوبة في مجلس الأمن أنك تستصدر قرار في 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 خلق منطقة عازلة في سوريا بضوء التعنت الروسي والفيتو الصيني أيضا. نعم. لكن ليس مستحيل أن يكون هناك دعم دولي أو توجه دولي لدعم القوات المعارضة السورية على الأرض لتقوم بتنفيذ هذه المنطقة العازلة. وأعتقد أنه هذا الأمر حتى سياسيا واجتماعيا ربما يخدم الأردن بشكل أو بآخر فيما يتعلق بملف اللاجئين. الآن الأردن تحمل بشكل يعني يفوق قدراته موضوع اللاجئين، وآن الأوان أعتقد أنه المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته في هذه القصة إذا كان ثمت حديث عن المناطق العازلة بأنه يتم عودة اللاجئين إلى مناطقهم ويتم إدارتها مدنيا ودعم من قبل المجتمع الدولي. سأذنك باشا نبقى في الوضع الاقتصادي وراح أرجع لك ردات الفعل وتحديدا تعليقك على موضوع الضربات الجوية والقدرة الجوية السورية اليوم وما يمكن أن تحقق الضربات الجوية لطيران النظام السوري على الأرض تحديدا في المناطق الجنوبية اللي باتت الآن تحت سيطرة المعارضة. لكن قبل ذلك اقتصاديا وخيني فقط نستعرض أنا وياك دكتور خالد بعض البيانات اللي بتتحدث عن قيمة البضاعة الداخلية والخارجية من حدودنا الشمالية، ونتحدث عن راح نقسم السنة على 4 في الربع الأول تقريبا كان إجمالي البضاعة داخلية وخارجية تقريبا أكثر من 344 مليون دولار، في الربع الثاني كانت 402 مليون أكثر من 402 مليون دولار، في الربع الثالث أكثر من 301 مليون دولار، وفي الربع الرابع 279 مليون دولار. إحنا نحكي عن عام 2014. اليوم هذا كله له أثر اقتصادي على الرمثة على إربد وعلى كل المناطق الشمالية وممكن مفرق، وإحنا نتحدث عن ثلاث مناطق تحديدا هي تأثرت بشكل كبير بالأزمة السورية سواء من حيث حجم اللجوء أو التأثر الاقتصادي كونها كانت معبر للتجارة بين سوريا والأردن. أسمع وجهة نظرك وأثر ذلك على هذه المناطق. يعني في الواقع أنا بدي أبدأ من أنه هاي الأرقام الموجودة بين إيديك هي بتحكي عن التجارة البينية المثبتة رسميا، لكن كانت ثمة تجارة غير مثبتة رسميا يمكن تفوق هذا الرقم بكثير بكثير سواء عبر حدود معبر حدود الرمثة أو معبر حدود جابر أو حتى المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة. كان في ثمت كثير من البضائع تحدث عن البحارة عشان نكون صريحين، البحارة مش بس في منطقة الرمثة، أنا عم أتحدث بالمناسبة البحارة المفهوم أنه مش بس بالرمثة، الآن في ناس من مناطق إربد في ناس من مناطق المفرق كان بيزاولوا هذه المهنة، وبالمناسبة هاي المهنة كانت يعني إلها قيمة مضافة اقتصادية ضخمة لأن هذول الناس بيدفعوا رسوم، كان بيدفع رسوم للدولة الأردنية، بالتالي كل هذا إحنا خسرناه، التنوع في البضائع والمواد والمنتجات، وكان حتى إنه بعض هذه المواد يعاد تصديرها إلى دول ثالثة ربما العراق ربما السعودية أو دول الخليج العربي، كل هذا فقدناه. في الحقيقة إحنا متحدث في نقطة مهمة غاية في الأهمية إنه هذه المناطق الثلاث سواء كانت إربد أو الرمثة أو المفرق كنا نتحدث عن كم هائل من الشباب اللي كانوا بيعملوا خارج نطاق الوظائف الحكومية، وبالتالي احنا في ظل هذا الوضع اذا استمرت الحدود على ما هي عليه الان نحن نتحدث عن بطالة بارقام مرعبة في الحقيقة. وهنا لا اتحدث انا عن اللي بيشتغلوا عبر الحدود بشكل مباشر، لكن انت في عندك ناس بيستفيدوا من هذه التجارة، اصحاب المحلات اللي كانوا بيتلقوا هذه البضائع وبعيدوا بيعها، كل القطاعات مترابطة ببعضها البعض، فبالتالي احنا نتحدث عن ركود في النشاط الاقتصادي في منطقة شمال الأردن. ضيف إله
قصة الضغط اللجوء السوري اللي حصل. الآن تتحدث عن الرمثة مدينة فوق مدينة، تتحدث عن إربد مدينة فوق مدينة، تتحدث عن المفرق بكل قراها أيضا ثمة ضغط سكاني. هذا شو أدى؟ أدى إلى أنه يكون في ضغط على البنى التحتية في الأردن، ضغط على المياه، ضغط على الكهرباء، ضغط على المساكن. كل هذا ممكن بيؤدي يعني أو أدى بشكل كبير إنه يثقل عاتق المواطن الأردني في مختلف أثقل كاهل الأردنيين تحديدا في هذه المناطق. هذا كلام واضح، وراح نتطرق أكثر لهذا الموضوع ونعرف الأثار الاجتماعية أيضا على هذه المناطق الثلاث. خليني فقط نستعرض سوية سؤال شارك عبر تطبيق رؤية لهذا المساء. النسبة الأولية، هل تعتقد أن الخطر الأشد على الحدود هو اقتصادي النسبة 31%، سياسي 14%، عسكري 55%؟ بعد فاصل سنواصل حوارنا وضيوفنا الكرام، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمرون بحوارنا وضيوفنا الكرام. والحقيقة بدي أشكر كل من يشاركنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكل مشاركات تظهر أسفل الشاشة. شكرا جزيلا لكل من يشاركنا عبر تويتر، عبر الفيسبوك. وباشا بدنا نستمر في الحديث. الحقيقة اليوم أكثر من حدث على الحدود الشمالية، سواء سيطرة الحدود حدود نصيب من قبل التنظيمات، والمنطقة الحرة اللي سقطت بيد أيضا التنظيمات المسلحة. اليوم نتحدث عن، وهناك كان حديث عن قدرة الأردن وقيام الأردن والتوجه البعض لدعم هذه التنظيمات من أجل فتح وإعادة فتح الحدود، لكن أيضا الحديث عن ردات فعل النظام السوري تجاه ما يحدث جنوب دمشق. كيف تقرأ ذلك؟ أقرأ ذلك يعني النظام لما يسقط له أي منطقة عسكرية بكل الاتهامات. يعني خد تركيا، إدلب لما سقطت اتهم تركيا أن هي فتحت حدودها والمعابر وإلى آخره وأسقطت إدلب. الآن بلش في الأردن، يعني أنه الأردن هي السبب الرئيس في إسقاط نصيب، وحملنا المسؤولية بتبادل تجاري وإلى آخره من هذه الأمور. يعني أعتقد هذه التصاريح الإعلامية اللي بتطلع يعني لا يوجد لديها أي قيمة استراتيجية برأيي، والأردن متعودة هذا، وعمر العلاقة كانت مع سوريا ما كانت طيبة. يعني معلش خليني أحطها بكل صراحة. نعم. الآن بالنسبة للوضع الأردن يعني كيف بده يتعامل مع، اسمعني سيدي، أنا بدي يعني تحدث الدكتور خالد حول ردات فعل الطيران السوري ورده بقصف المناطق الحدودية الجنوبية. هذا الشيء المخيف، هذا وارد، هذا الشيء المخيف. حتى لو تم أي توافق بين الطرف الأردني، ولا أعرف الطرف مع أي طرف آخر ممكن أن يكون التوافق، يعني المعطيات كلها موجودة عند مؤسساتنا طبعا مع من سوف يتعاملوا، لأنه الدار العدل هناك صرح وأصدر بيان أنه سوف يعيد الشاحنات، وأنه سوف خلال 48 ساعة، وأنه الأمور منضبطة، وأنه الجيش سوف أبو الثوار سوف ينسحبوا من المنطقة هاي خارج المنطقة ككل. وسوف يعني اللي يسيطر على المنطقة المجلس المحافظة في درعا هنالك. فالآن يعني هل الحكومة الأردنية سوف تتعامل مع هذه المحافظ يعني المسؤولين هؤلاء أم ماذا؟ يعني رد فعل النظام، رد الفعل بالقصف يعني هون المشكلة. إذا تم فتحه، واللي هو أنا بقول القرار الأردني حكيم حاليا في إغلاقه، لأنه أنت بتتعامل مع منظمات يعني بصير تحول كبير بين، سنتحدث عن أوكي. عن فتح المعبر، إمكانية فتح المعبر إذا ضرب يعني هاي كارثة، يعني سوف يكون عليها ضحايا والآخري. واللي أخطر من هذا، سوف يكون هنالك هجرة المواطن السوري إلى الأردن. هذا خطير، سوف يغير الديموغرافيا تبعنا. من لا أعلم كم العدد سوف يكون، أي عندنا عدد نحن بحدود 750 ألف شخص سوري غير معروفين الإقامة، عايشين بين أصدقائهم أو في مكان. هذا كله يعني يهدد الأمن، يعني اللي بيقول لكن باشا في حال ماذا يملك النظام السوري اليوم من أدوات عسكرية لإعادة السيطرة، لأنه إذا فقد السيطرة سيترك الأمر هكذا؟ لا 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 أعتقد، لأنه زي ما قلت لك هذا مهم جدا بالنسبة إله، وأيضا مهم خلينا أربطه هون لإيران وحزب الله والحرس الثوري، لأنه يعني كأنه بيبعث رسائل مبطنة إلى الخليج أني أنا على الحدود مع الأردن، وأنا هاي الأردن منطقة عازلة وأنت محاصر. يعني فقط تسقط اليمن بإيد إيران يعني حوصر الخليج.
فيعني بعد من الصعب جدا على فكرة، خليني بهذا المجال أقول أنك تسيطر على الجيوسياسي في المنطقة ككل عندنا، يعني حتى الدول الإقليم كلها في تخبط الآن بالأولويات تبعها بالنسبة لمحاربة التمدد أو وقف ضد التمدد النفوذ الإيراني أم محاربة الإرهاب. يعني خلي يحطوا أولوية بالموضوع، لأنه في تحالفات كثيرة والمصالح كثيرة والرؤية مختلفة، وهذا سوف يؤثر على القيام بتشكيل قوة المشتركة اللي المطروحة الآن. عودة للسؤال، الوضع غير واضح الآن، القرار الأردني في محله، التريث لحتى يعني حتى لو بدي يتعامل مع هاي الفصائل هذا خطر أيضا. طب اسمح لي خلينا نحكي بصراحة، معلش يعني احكيها بكل صراحة. طب يعني اسمح لي نسأل بصراحة، اليوم الحديث عن الحرب في اليمن أثرت على ما يحدث في سوريا اليوم، أليس كذلك؟ عسكريا نتحدث. لا طبعا تأثر عليها كله، يعني هناك كل أولويات اليوم. الأولوية لمن؟ الأولوية واضح إلى حد ما أن الأولوية لمعركة اليمن. نعم. وابتعدت سوريا عن الخارطة العسكرية. العسكرية نعم. أليس كذلك؟ نعم. طيب شو الأثر؟ أثر. كيف سيتعامل النظام اليوم مع بعد العين المسلطة كانت على سوريا اليوم والعين تسلط على اليمن؟ لا النظام يعني شوف، الشعب السوري قام بثورته، هذا لإسقاط النظام وليس لأي عمليات مصالحة تحت مظلة النظام، أنا هذا برأيي، والثورة سوف تستمر. هو استغل يعني عنصر الإرهاب، بده يدخل مع العالم في عنصر الإرهاب إنه أنا أحارب إرهابيين، هاي الثورة ليس لها معنى ولا آخره من الأمور. الآن النظام السوري لا يزال تحت الضغط، أنا بقول لك يعني لن يسقط النظام، ممكن لن يسقط هكذا، سوف يأخذ وقت. الأنظمة المستبدة هاي يعني لا ينتهي القتال معها، بتأخذ وقتها. سوريا أيضا كأزمة يعني معقدة جدا في دول إقليم وفي دول عالمية لها مصالح فيها. نعم. وبعملوا فاين تيون على نتائج المعركة، يعني مش شغلة ببساطة ممكن أحلها. فلذلك أنا أرى أنه النظام ممكن أن تكون ردات عنيفة على أرجع على معبر نصيب ويقوم بقصفها إما بالصواريخ أو بسلاح الجو، وسلاح الجو يمتلك المرونة لضرب أي موقع عنده. ولا يزال فاعلا لا يزال فاعلا طبعا، ما مدامه موجود عنده التزويد الإيراني والتزويد الروسي سوف يستمر في القتال، ونفس الشيء هذا نطبقه على المعارضة أيضا. سياسيا كيف نقرأ ذلك دكتور خالد؟ قد يكون هناك ردات فعل للنظام السوري عسكريا، واليوم الحديث والسؤال عن هذا المعبر، معبر نصيب الحدودي، متى يمكن فتحه أم سيبقى مغلق كما هو معبر درعا؟ يعني في الواقع أنا بعتقد صحيح أن القرار الأردني في البداية في الإغلاق قرار صائب، والتريث في المسألة كما هو الموقف الأردني منذ بداية الأزمة السورية في الموضوع السياسي واتخاذ الموقف العقلاني من الأزمة برمتها، لكن أعتقد أنه لابد من البحث عن حل في المسألة. ثمت مصالح، ثمت بضائع، ثمت مصالح دول أيضا، ثمت أرزاق مواطنين، أرزاق مواطنين أو أرزاق ناس. بالمناسبة إحنا البضائع اللي كانت تصدر لسوريا الآن هي توقفت قبل إغلاق المعبر، لكن كان في بضائع يتم تصديرها لسوريا أو للبنان عبر سوريا من الأردن، وكذلك كان يتم استيراد، والأردن محطة مرور فيما يتعلق بالواردات الخليجية من لبنان ومن سوريا، هذا كله تم التوقف. الآن إحنا نتحدث عن انه هل الفتح ممكن يخدم في موضوع اللاجئين؟ انا معلوماتي انه كثير من اللاجئين الان بيطالبوا، انه كان الشيء الوحيد اللي مانعهم من العوده لبلادهم هو وجود النظام السوري على المعبر الان. اما وقد اذا تم التوصل لاتفاق واداره سلطه مدنيه للحدود وتم ايجاد صيغه قانونيه دوليا، انا لا اعرف، لست مطلعا في هذه المساله على مدى قانونيه فتح الحدود، اذا تم ايجاد صيغه، واظني انه حتى الامم المتحده راح تكون مهتمه في ايجاد صيغه تضمن فتح الحدود. ترى سياسيا ان الحدود يمكن أن تفتح وأن الأردن قد يتعامل مع التنظيمات التي تسيطر اليوم على هذا المعبر؟ أظن أنه ممكن تفتح إذا كان ذلك يخدم مصلحة العليا للأردن. نعم. وبالتالي ممكن يتعامل مع جماعات معروفة على الأقل. طيب. بالذات من الجماعات المعتدلة. جميل جدا، حتى نكون أقرب وأسمع وجهة نظرك عسكريا بفتح الحدود اليوم، وكيف يمكن يتعامل الأردن عسكريا مع أي فتح لحدود نصيب وأن يتعامل مع هذه التنظيمات، لكن قبل ذلك لنطلع على الوضع بصورة أقرب معنا
عبر الهاتف زميلنا من محافظة إربد زياد انصراد. زميل زياد مساء الخير أولا. مساء الخير ومساء الخير من أستاذ محمد ولضيوف الكرام. زميل زياد بدي أطلب منك أولا رفع الصوت حتى نقدر نسمعك بشكل أوضح. وبدي كنت اليوم متواجدا على الحدود الشمالية تحديدا على معبر جابر ومعبر نصيب واطلعت على الوضع هناك. أود أن تضعنا بصورة من يسيطر اليوم على معبر نصيب الحدودي وكيف هي الأجواء هناك وكيف هو حال المنطقة الحرة الأردنية السورية. أولا صباح اليوم توجهنا من المنطقة اللي هي المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة. الوضع اليوم كان مختلف عن الأيام السابقة. إحنا كنا القناة الإعلامية الوحيدة اللي تدخل المنطقة الحرة المشتركة السورية الأردنية قبل عدة أيام، دخلناها واليوم عودنا مرة أخرى الدخول إلى المنطقة. نعم. الآن الوضع الآن مختلف تماما عن ما شاهدناه قبل يومين. اليوم تم سحب جميع المظاهر المسلحة من المنطقة بشكل كامل باستثناء نقطتين اللي هي نقطة الانتقاء مع سوريا ونقطة أخرى. نعم. عليها بعض المسلحين. اليوم كان أول يوم صابر فيه الشاحنات باتجاه الأردن مع حدود الساعة الواحدة ظهرا عبرت عدد من الشاحنات باتجاه الأردن بعد ما دخلت من الأردن حملت بضاعة واتجهت مرة أخرى للأردن. نعم. التنظيم المسيطر الآن على المنطقة الحرة اللي هم الجيش الحر، التنظيمات المتطرفة نوعا ما انسحبت خارج المنطقة. قام الجيش الحر يعني التنظيمات المسلحة الموجودة الآن بإنتاج الشعارات التي كتبت على بعض الجدران داخل المنطقة الحرة. نعم. وطالبوا الجمارك الأردنية دخلت بالفعل طلعت بشكل عام. تحدثنا بشكل شخصي مع البعض مسؤولين الجمارك، تحدثوا أنه هم على استعداد لتنظيم المعبر مرة أخرى. بشكل عام النية تبتعد عند الأطراف جميعا أن المعبر يفتح لأنهم بيعتبروا شريان لهم كما هو شريان للأردن. نعم، بدي أشكرك كل الشكر زميلنا زياد انصرات. وضعتنا بصورة الحالة اليوم على حدود جابر نصيب. أنا بدي أسمع وجهة نظرك عسكريا. اليوم مظاهر مسلحة أقل، شاحنات تخرج وتفرغ ما يوجد في المنطقة الحرة من أملاك أردنيين على أقل تقدير، التنظيمات المتطرفة بحسب زميلنا انسحبت من هذه من هذا المكان. عسكريا هل يمكن إعادة فتح حدود؟ ماذا يملك الأردن من أوراق عسكريا على أقل تقدير؟ يعني زي ما في احتمالات كبيرة زي ما قلت، يعني أنت ذكرت أحدها أنه ممكن النظام يعود ويقصف هاي المناطق نتيجة لأنه المنطقة العازلة وخسارة المعابر، وزي ما قلت لك يعني إلى أبعاد سياسية تانية. الآن إذا الأردن بده يفتح حدوده، نعم، ممكن الطرف الآخر يعني يقلب بأي ولحظة، لأنه بالفعل يعني من هم هؤلاء؟ يعني بدنا نعرفهم مين هن. يعني أنا برأيي لم يبقى أحد معتدل بسوريا. السوري القديم اختلف عن السوري الجديد، يعني الوضع الحالي. نعم. فالوضع خطر يعني، لذلك يعني أعتقد مؤسساتنا عندها البيانات الكاملة والمعطيات الكاملة وتقدير استخبارية كاملة وما إلى ذلك من الأمور لتقرر فتحه أم لا. لسه نحن يعني في بداية الأمر، وأنا بعتقد أنه يعني زي ما قال الدكتور وبعرف يعني تريث جيد. تريث. لأنه مهم للأمن الوطن الأردني الحقيقة. أشكرك. بعجالة، ماذا يملك الأردن اليوم من أوراق؟ كيف يمكن التعاطي مع الأزمة؟ وما المطلوب من الدولة الأردنية تحديدا إذا ما، وهل تقرأ فرج أساسا في موضوع أزمة المنطقة الحرة؟ يعني أنا مع الوقت ثمت فرج. عسكريا الأردن يملك زمام أمور حدوده على الأقل على أقل تقدير، والأردن قادر على صد أي محاولة لاختراق هذه الحدود. هذا كلام أعتقد أن الكل بيعرفه، حتى اللاعبين داخل سوريا يدركوا تماما هذه النقطة. سياسيا أعتقد أن الأردن لديه الكثير في هذه المسألة، لدينا عدد هائل من اللاجئين، لدينا مصالح في إذا استمرار تدفق البضائع عبر الحدود. جميل. ولدينا أيضا جيش حر معتدل معترف فيه عالميا، كل معظم الدول العالم المؤيدة للثورة السورية هي معترفة بالفصائل المعتدلة لداخل، ويمكن إيجاد ترتيب معين لفتح الحدود على الأقل لاستمرار تدفق البضائع واستمرار مصالح الناس عبر هذه الحدود. وأعتقد أنه صانع القرار السياسي الأردني قادر على أنه يتعامل مع هذا الملف بذكاء. معلش أنا بس ملاحظة بعجالة أرجوك أن وقتي انتهى. لا، أنا أعتقد أنه الأردن يعني
يجب أن لا يقامر بهذا القمار، نتركها للمقامرين يعني، لأنه هذه أمن وطني ويجب تغيير قواعد الاشتباك لردع أيا كان، والرد بالنيران بالمثل، لأنه مش ممكن نكون نحن فرضا مركز تدريب للقذائف تبعهم أيضا. نعم. لابد من وضع خطة كاملة. تصريح يعني رئيس الجمهورية باستخدام أقصى درجات القوة ومختلف أنواع الأسلحة، هو تغيير لقواعد الاشتباك مهمة جدا. أعتقد أن الأمور أمنيا وعسكريا تختلف عنها سياسيا. أشكرك كل الشكر دكتور خالد، وأشكرك الباشا مأمون أبو نوار، شرفتوني بحضوركم. أذكر فقط بالنسبة النهائية قبل أن نختم حلقة الليلة، النسبة النهائية لسؤال شارك عبر تطبيق رؤية لهذا المساء: هل تعتقد أن الخطر الأشد على الحدود هو اقتصادي 26%، سياسي 11%، عسكري 63%؟ إلى هنا نكون قد وصلنا نهاية حلقة الليلة من نبض البلد. رؤية كانت ولا تزال، استبقى دائما معكم، منكم وإليكم، نلتقي غدا، تصبحون على خير. شكرا جزيلا.